مثلا في التقسيمات اللي بتعتمدي عليها زي ايه؟ اولا لازم اخد فكره كويس قوي عن الكتاب، عن المتن، لان اوقات كتير جدا بيبقى اسم الكتاب ملوش علاقه بالمتن، زي دون كيخوت المصري. انا كان ممكن اجيب صوره مثلا لشخصيه مش مصريه او كده، بس الحقيقه ان هو بيتكلم عن نجيب سرور، فكان لازم ادور جوه الكتاب الاول، جوه المتن اللي بيجي لي ده. تاني حاجه لازم زي ما قلت لحضرتك اراعي معايير معينه، لازم اراعي الكتله واللون، لان دايما اللوحه الفنيه ساعات بيبقى لك اللوحه دي مش موزونه، يعني فيها كتله كبيره محطوطه على جنب خالص، لازم تتوزن يا اما بكتله ثانيه يا اما بلون سخن. طيب استخدام فن الجرافيك استاذه انجي، هل بتستخدميه في تصميم الغلاف ولا يعني حسب في بقى العصر الحالي؟ الظروف نفسها او مقتضيات الكتاب نفسه؟ لا، هو في ناس كتير مثلا دلوقتي يعني بتعتمد على الجرافيكس تماما، وفي ناس تانية بترسم لوحات بإيديها وبعدين بتدخلها على السكانر، نعملها سكانينج ونشتغل عليها برضو بالجرافيكس، لأن حاليا الطباعة بقت كلها ديجيتال، فالطباعة الديجيتال لازم بتفرض علينا حاجات بالكمبيوتر جديدة. طبعا طبعا، بس هي الحقيقة فرقت معانا كتير، فرقت كتير مميزاتها كتيرة يعني. طبعا. يعني دي كانت طباعة اوفست، فممكن جدا اللوحة اللي على الكمبيوتر ما بتبقاش بنفس درجات الألوان دي، لأن الأوفست لما تطلع حاجة تانية. الواقف على المكنة بيفضل يحاول يجيب أقرب درجة للون، فبيزود الأحمر يزود الأسود، فده كان صعب. لكن الديجيتال التحكم فيه التحكم اوتوماتيك. فيه أوتوماتيك إلى حد كبير فأفضل كثيرا يعني. طبعا، وبعدين بيطلع الشغل سموث أكتر. معظم الصور اللي بتطلع ما بتبقاش يعني فيها رتوش، ما عدا لو معانا المصمم مؤكد ان هو عايز رتوش. كتابين كمان، يمكن واحد عن السينما. او عن السينما، الكتاب عن فيلموجرافيا السينما العربية المشتركة. يعني هو الفيلموجرافيا بيبقى مثلا ايه، عبارة عن سرد للأفلام والفنانين اللي اشتركوا في الأفلام دي، المخرج أو كده. يعني حاولت على قد ما أقدر إن أنا أفهم اللي فوق ده شريط إنه بيوحي سرد بالفيلم طبعا. بالفيلم، وده كأنه بكرة بقى، اللي هي مثلا بكرة السينما بكرة السينما، صح؟ بالظبط. أنا كنت عايزة أقول إن هي عبارة عن سرد للأفلام السينمائية، أفلام سينمائية بشكل مختصر جدا يعني. بشكل مختصر، وفي نفس الوقت ما تعبش. إني لو أنت واقف بتختار كتاب عن السينما، إلى حد كبير أنت وصل لك إنها فيلموجرافيا حتى من غير ما تقرا العنوان. جميل. واجتمع معاكي لونين اتنين فقط. تمام. وده كتاب عن الجامعه المصريه، ده كان بيتكلم عن، ده قديم شويه بقى، من 1908 ل 25 بالظبط، يعني يعتبر بمثابه ايه، اقل من 20 سنه بالظبط تقريبا يعني. بس ساعتها ما كانش اسمها الجامعه المصريه، هي كانت الجامعه الامريكيه، فكان لازم ابقى عارفه تاريخ الجامعه، وحتى لو انا مش عارفاه كان لازم ادخل ابحث وادور. طبعا الصوره جبتيها ابيض في اسود علشان بتدل على الفتره دي، ما ينفعش ان احنا نحطها بالوان. ما اقدرش احطها بالالوان، وحتى الكتابه بتاعتها شرخت. ده الديبوجرافي اللي بتكلم عنها، ده انا لازم اراعي نوع الكتابه ونوع الفونت اللي بشتغل عليه، ازاي احسسك بتاريخ الـ حتى في الكتابه، بتاريخ الكتاب حتى لو من خلال الكتاب. ودي دراسه الفيلموجرافيا صعبه شويه يعني. وهما لونين اتنين بس. لونين اثنين، لاني برضو انت بتتكلمي في العصر ده ما كانش الدنيا بالالوان دي. طيب دراسه الديموغرافيا حضرتك قلتي دلوقتي ديموغرافيا، دي اثناء الكليه برضو حضرتك درستيها ولا ما بعد؟ لا، ما بعد. درست عن خدتي كورسات او دورات متخصصه؟ دورات متخصصه عن الكتابه. امتى استعمل انواع كتابه معينه؟ الحرف، كل حرف ليه كتله وليه حجم، وامتى اكتبه كبير وامتى اكتبه صغير، وايه تاثيره على النفس البشريه. يعني الاعلانات واللي احنا بنشوفه ده مش حاجه سهله انها تتعمل، ولازم ابقى يعني اقيس كمان المسافه اللي هتقري منها. يعني انت ينفع تعملي اعلان وفي كتابه بالحجم ده؟ ما تقدريش، لان بعد المسافه مع رؤيه النظر لازم يبقى الكتابه فيها بحجم معين. تمام.
طيب يعني بنقول يعني المشكلات او التحديات عاده اللي بتواجهك كمصممه اغلفه في اثناء وضع يعني او تصميم الغلاف زي ايه؟ يعني بتحتاري مثلا فتره بتحطي تصميمين ولا عاده بيكون واحد؟ هل بتخيري الشخص مثلا صاحب الكتاب تقولي له انا معايا مثلا التصميم الاول والتصميم الثاني، ولا عاده بيبقى رايك يعني ثابت ما يعني في حاجه معينه استشعرتيها او حسيتيها قريبه منك هي دي اللي انت بترسي عليها وبتشتغلي عليها؟ لا، هو اي مصمم ناجح لازم يحط لنفسه اكتر من تصميم، يختار منهم، يشوف الاقرب للكتاب، يشوف الاقرب للكاتب، ان الكتاب ده بيبقى بالنسبه للكاتب كانه ابنه، بيحاول يطلعه وبيحاول يطلعه باحسن صوره، زي ما اي حد فينا بيحاول يطلع ابنه احسن شخص. فلازم ان انا اراعي ان الكاتب ده تعب جدا في الماده العلميه دي، واحاول اوصل للناس رايه او احاول اجذب الناس لكتابه. واكتر حاجه بتتعبنا كمصممين نوع القارئ، يعني لان انا ما بتحدثش لشخص بعينه، مش جمهور عام، في بعض بجمهور الاحيان عام ممكن يكون جمهور متخصص او مثقف او او بيحب موضوع مثلا ما. بالظبط. فلازم انا ادور انا بخاطب مين، ما اقدرش اخاطب يعني عامة الشعب، عامة الشعب، صعب. دي اصعب حاجه فلازم تاخدي الاعتبار دوت يعني في حسبانك. في حسباتي، اشوف انا يعني الكتاب ده بيكلم مين، بيكلم نخبة مثقفة ولا بيكلم شعب عام، هل الكتاب ده طالع بمناسبة معينة زي مثلا مئويه الجامعة او غيره، عدى بمرور مثلا اليوبيل الفضي لشخصية ما، ولا لازم اشوف الظروف اللي هيتعرض حدث فيها الكتاب. ما مثلا زي حرب اكتوبر، مش عارف ايه الحاجات دي، بالظبط، تخليد لذكرى فلان الفلاني وهكذا. وهكذا. ولازم احاول اطلع الكتاب في احسن صورة، علشان حتى انا كمصمم احس ان انا كتابي ده هينزل السوق هيتباع، يعني ان انا حد من خطوة من الخطوات اللي نجح في انها توصل الكتاب للقارئ. طب خطوات تنفيذ الغلاف بتتم ازاي؟ يعني انا عايزه اعرف ان بتجيبي الافكار دي من على النت مثلا ولا كلها بنات افكارك؟ يعني بترسمي ازاي الفكره لحد ما تصير قدامنا كده واقع؟ اولا كل مصمم، اعتقد مش انا لوحدي، يعني كل المصممين اول ما بيقروا الكتاب بيبدأ يعني يتخيلوا شكل الغلاف ده، يعني في البدايه لازم تقري الكتاب كله او جزء منه، او جزء منه على الاقل على فصل او الاقل. اتنين، الكونتنتس نفسها تعرفي الموضوع عن ايه بالظبط، وكده، صح؟ اتاكد تماما الموضوع من عباره عن ايه، علشان اقدر احط الفكره المناسبه تماما للكتاب. دي تاني اول حاجه، خطوه دي بتحطيها. اول خطوه، لازم يبقى عندي خيال واتخيل الغلاف ده هيبقى شكله ايه. تاني حاجه، ابدا ادور على الايمجز او الصور، اذا كنت اقدر اجيبها من كتاب، اذا كنت انا ارسمها بايدي، اذا كنت اجيبها مفيش من مشكلة ان الانترنت. الواحد يستعين طالما ان عنده وسائل وبدائل تانية ممكن يستعين منها. هو لازم ان احنا نستعين، ما ينفعش، ما اقدرش اقول ان في حد عنده كل ان هو القدره. خيال واسع جدا وفضفاض للدرجة دي. بالظبط، صعب، صعب انك تقولي ان حد عنده القدره انه يبقى عنده كل الخيال. لا، تمام. مهما كان خيالنا محدود وعلمنا محدود، وكل يوم بنتعلم، كل يوم بندور على جديد، كل يوم بندور بس على لما بتجيبي بقى الحاجات من النت بتحتاري شويه، بتبقى المساله بقت دي ولا دي، الاولويه لمين وهكذا، بياخد منك بالظبط. وقت المساله دي. طبعا بتاخد وقت وبتاخد مجهود، وممكن جدا كمان اقول لا، الصوره دي مش عجباني كده، اغير فيها. يعني تدخلي ابداعاتك الشخصيه انتي. طبعا، لان انا كده لو اخدت صوره بتاعت حد حاططها يبقى انا ما حطيتش شخصيتي خالص، صح. ولا شخصيتي ولا لازم لمستي. لمساتك انت الشخصيه تبان. طبعا، علشان ابقى مميز في المجال. ما هو مصممين الاغلفه كتير، بس لازم الانسان يحاول يدور انه يبقى مميز عن غيره. بيكتب اسمك على الغلاف عاده في النهايه، يعني لازم بيتحط في ظهر الكتاب. كتاب تصميم فلانه الفلانيه، صح؟ مظبوط، لازم ضروري. يعني زي ما بقدرش اغفل المراجع اللغوي، ما اقدرش اغفل طبعا المقدم مثلا او المحرر او المؤلف، ما اقدرش اغفل دور المصمم. يعني عايزه اقول احنا المدخل الاول للكتاب. طبعا يعني بداياتك يعني مع التصميم الاغلفه زي دلوقتي ولا حدث تطور؟ يعني بصراحه شديده، يعني مثلا بداتي من سنتين او من 3 سنين زي دلوقتي ولا لا طبعا، لا اختلف؟ خالص، اختلف. كل مرحلة ليها نضج مختلف، نضج ثقافي ونضج علمي، خبرة، بس ده خبرة طبعا في المجال. ممكن تستشيري حد لو حيرانة؟
طبعا ممكن، ما فيش مشكله خالص، مش بالعكس. عيب يعني. لا مش عيب، لازم استشير. وممكن جدا اتصل بالمؤلف اقول له حضرتك طب لو في صور جوه الكتاب اني يعني انت تفضل اني صوره، لان في النهايه هو الادرى بكتابه مهما احنا عملنا، احنا قراء، لكن هو بحث ودور في مصادر وعرف عن الموضوع اكتر، درس الموضوع اكتر مني. تمام. احنا كان معانا اول كتاب لحضرتك تفتكريه اللي هو كان ايه؟ الادب الانجليش، اللي هو الادب الانجليزي صح؟ بالظبط. الاخضر اول واحد خالص ده، يا اول ريت لو واحد نجيبه تاني بس كده ونعرضه برضو، نقول ان هو كان بيتكلم عن زي حضرتك قلتي قضيه او محكمه. بالظبط، بيتكلم عن قضيه الادب وازاي ان هم يعني ازاي يعني كل واحد فينا لما بيقرا كتاب بينقده. كتابه الاسم نفسه بتاع على الغلاف ده في حد ذاته معضله صح؟ معضلة. فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في اي وزن اتجاه؟ الغلاف ده صعب جدا. ده اسم وزن الغلاف. بالظبط، لازم يبقى فيه اتزان. زي يعني هنا مثلا حطيت كتله هنا وغامقه، لو ما فيش الكتابه في المكان ده هتحسي الغلاف عامل كده. انت عملت اتزان يعني. عملت اتزان، وحجم الكتابه والنوع الخط بيوزن برضو الغلاف. يعني كل مكان يعني كل كتاب وليه مكانه. يعني هنا الكتله كلها كانت في النص، فعملت الغلاف فوق الاسم بحجمه معقول، لاني برضو الاسم طويل، وتحت علشان في مؤلف ومراجع وحضرتك هنا في الاولاني اللي هو الادب الانجليش قسمتي الاسم على مقطعين علشان طبعا صعب كله يجي في حته واحده. هو صعب، وبرضه في نفس الوقت كان لازم اقول ان هي امام المحاكم، دي هي دي القضيه يعني، او هو ده يعني زي الموضوع. عملتي سبوت عليها. عملت سبوت عليها، بقسم. مش من السهل ان احنا نقسم، زي هنا برضه سمع بقى المشتركه في الموجرافيا، انا حطيت سبوت ان دي في الموجرافيا عشان القارئ يبقى عارف. وده في الاغلب على فكره مش بيتكلم عامة الشعب، ده بيتكلم فئه معينه، ده ناس متخصصه في مجال السينما، وناقدين مصممين أو الناس تعرف السنه دي مثلا او كده. الفيلموجرافيا دي الفتره دي اتعمل فيها ايه بالظبط، ده كتاب الى حد كبير متخصص. تمام. اذا كلمتينا عن التحديات او المشكلات اللي ممكن بتواجهك في الكتاب تصميم الاغلفه بتاعه الكتب، وكنا برضو عن فكره الالوان، وحضرتك قلت انها نابعه من دراسه طبعا. يعني لازم يكون الواحد متخصص وفاهم ودارس عشان يستجمع او يجمع الوان تتفق مع بعضها صح كده؟ طبعا. لا وبعدين كمان تتفق مع الموضوع، يعني لازم اللون يراعى في كل القضية نفسها القضية اللي بيتكلم عنها كتاب. تمام. في التصميم، في نوع الكتابة، يعني في كتب اكتب بالابيض، في كتب اكتب بالاسود، في كتب اكتب مثلا بالنبيتي. طب حضرتك كل الكتب اللي صممتيها للكبار ولا عملتي الاطفال؟ يعني عايز اعرف الفئات اللي اشتغلتي عليها ايه، في كتب شبابية، في كتب بتخاطب المرأة، ولا كلها كما يبدو كده حاجات مجالات متنوعة، فن، رياضة، ثقافة، شعر، سياسة، شعر، كلها مجالات عامة في الحياة؟ معظمها مجالات عامه، لان احنا النشاط يعني في المجلس عندنا مش بيختص قوي بالاطفال. لسه يعني الفئه دي لم يعني تصممي لها ولم تعملي لها يعني؟ لا الحقيقه لا. صعبه برضو ولا سهله ولا ايه؟ لا صعبه. عشان تخاطبي عقل الاطفال دي مرحله لازم انزل لعقل الطفل. ومش هيجي من مره واحده اكيد، لازم يبقى عندي خبره برضو عن نفسيه الطفل، عن الالوان اللي بتجذب الاطفال. ايوه. مثلا ممكن جدا اعمل غلاف مثلا باللون الازرق، البنات ما تجذبهمش نهائي طبعا. او اعمله باللون الفئه العمريه نفسها اللي بتخاطبيها بتختلف على حسبها. تماما. انا بحس اني من اصعب الفئات العمريه اللي ممكن الواحد يكلمها هي فئه العشرات، يعني مثلا من 12 سنه كده لحد 20. يعني من 10 تو 20 مثلا. بالظبط تقريبا، لان دي فئه متقلبه المزاج طبعا، فصعب الواحد يخش مجالهم. بس لسه يعني ابداعاتك ستتواصل باذن الله، ويعني بنقول دايما الفنان ما بيتوقفش عند مرحله معينه، لكن كل ما يجد جديد او يشتاق لشيء جديد هيروح له باذن الله يعني. يا رب باذن الله. اشكر حضرتك استاذه انجي جورج على وجودك معانا النهارده، واطلاله جميله جدا على فن او فكره تصميم يعني الاغلفه الخاصه بالكتب. اتمنى لك كل توفيق. ميرسي خالص. شكرا لحضرتك يا فندم.
مشاهدينا الكرام، حتى يجمعنا مع حضراتكم لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم ينابيع المعرفة مع ملف آخر. أشكر لكم حسن المتابعة.